عادت سلسلة التفجيرات السياسية في لبنان إلى الواجهة مع انفجار في العاصمة بيروت استهدف أحد أقطاب الأجهزة الأمنية في البلاد. العميد وسام الحسن رئيس فرع المعلومات كان المستهدف في التفجير الذي دوى في الضاحية الشرقية للعاصمة وتحديدا في ساحة ساسين داخل الأشرفية. وفي التفاصيل فإن العميد الحسن الذي وصل من باريس قبل أقل من 24 ساعة من استهدافه كان يسلك طريقا فرعيا في الأشرفية لتجنب الطرقات الرئيسية وبالتالي تفادي احتمال مراقبته. الطريق الذي سلكه الحسن يؤدي إلى مبنى مديرية قوى الأمن الداخلي في الأشرفية أيضا وهو مقر إقامته منذ عودته. الانفجار استخدمت فيه سيارة مفخخة وأدى إلى مقتل العميد الحسن وعدد من المدنيين. أضرار مادية جسيمة سببتها قوة الانفجار الذي وصف بالعنيف جدا وأدى إلى انهيار واجهات المباني. المعلومات الواردة من بيروت تقول إن نقطة الانفجار تقع على مقربة من مكتب النائب نديم جميل عضو حزب الكتائب اللبنانية وعلى أقل من نصف كيلومتر من مقر الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار المعارضة للنظام السوري. قوات الأمن والجيش انتشرت في مكان الحادث لبدء التحقيقات في منطقة تقول مصادر مطلعة إنها مجهزة بكاميرات المراقبة بكاملها. لارا نبهان، العربية. هذا وقد وجه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري أصابع الاتهام إلى نظام الأسد في عملية الاغتيال التي استهدفت العميد وسام الحسن. احنا صرنا 8 سنين عم نقول انه في سفاح بالشام اسمه بشار الأسد، وهذا السفاح عم تشوفه اليوم شو عم يعمل بسوريا، وكما قلنا انه هو اللي اختار رفيق الحريري ومسائر شهداء 14 آذار وثورة العرس. واليوم بنشوف احد اعضاء شرفاء بلبنان اللي هو وسام الحسن اللي قدر يكتشف عمليه ميشيل سماحه بتهريب يعني متفجرات الى لبنان. انا بتهم بشار الاسد وكل من يقف مع بشار الاسد بيكون شريك بدماء السوريين وشريك بدماء اللبنانيين وشريك باختيار وسام الحسن. هذا وقد حملت قوى الرابع عشر من آذار مسؤولية اغتيال العميد وسام الحسن لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وطلب منسق قوى الرابع عشر من آذار أحمد الحريري طلب حكومة ميقاتي بالاستقالة. تحميل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصيا وبالدور الذي ارتضاه لنفسه مسؤولية دماء العميد الشهيد وسام الحسن ودماء الأبرياء الذين سقطوا في الأشرفية، وتحميل الحكومة مجتمعة المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة للمخطط الرامي لضرب الاستقرار ومن ضمنه هذه الجريمة النكراء. فإن هذه الحكومة مطالبة بالرحيل، ورئيس الحكومة شخصيا مدعو إلى تقديم استقالته فورا. إن بقاء هذه الحكومة يشكل أعلى درجات الحماية للمجرمين والتغطية لهذا المخطط الإجرامي. من جانبه اتهم النائب وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اتهم النظام السوري بتنفيذ عملية اغتيال العميد الحسن، بينما رفض جنبلاط اتهام أي جهة داخلية بالتعاون مع النظام السوري في تنفيذ العملية. نفذها النظام السوري وعملاء النظام السوري أو الأجهزة الاستخبارية للنظام السوري بعد أن كشف وسام الحسن الشهيد وسام الحسن مؤامرة تفجير البلاد من خلال ميشيل سماحة منذ أسابيع. أتهم النظام السوري ولا أتهم أحد داخل لبنان. لا أعلم خطورة وحساسية الوضع اللبناني المقسوم، لكن علينا أن يكون الجواب سياسي. عندما كشف وسام قضية ميشيل سماحة انتقم على طريقته بشار هو وأجهزة المخابرات.
يعني هو يقول أنا أستطيع بالرغم من أنني حولت سوريا لركام فإنني جاهز أن أقتل في كل مكان، هذا هو جواب بشار. فلذلك علينا أن نواجه بالسياسة وبالصبر، سينتصر، سننتصر كشعب لبناني حر وسينتصر الشعب السوري الحر، لكن هذا الأمر طبعا سيكلفنا الكثير من الدم، لكن علينا الصبر وعلينا الهدوء والجواب السياسي.